في سياق متصل، تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، لازلنا نتابع معكم كل التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ونتواجد معكم الآن في محيط المركز اللوجستي بمدينة العريش، والذي يعني يزدحم بالعديد من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وإغاثية. تستعد هذه الشاحنات للاصطفاف من أمام معبر رفح للدخول إلى معبر كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين. هذه المساعدات وهذه الإغاثات تأتي في إطار الجهود المصرية الكبيرة من أجل إنفاذ هذه الشاحنات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يعانون من نقص كبير من المواد الغذائية والإغاثية وأيضا المواد البترولية. اليوم من أمام معبر رفح يعني عبرت 31 شاحنة، هذه الشاحنات 20 منها من الشاحنات الإغاثية والغذائية، و11 الآخرين هي للمواد البترولية والغاز الطبيعي والبنزين. هذه الشاحنات تأتي في وقت يعني يحتاج فيه قطاع غزة إلى المزيد من المحروقات لضمان استمرار الحياة، وأيضا يعني هناك العديد من المستشفيات التي والمرافق العامة التي يعني لا يمكن أن تستمر بدون عمل هذه المحروقات. على المستوى أيضا يعني الضربات الإسرائيلية، لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس هجماتها العنيفة في أماكن متفرقة. سمعنا يعني اليوم يعني عدة انفجارات من الجانب الغربي من الجانب الإسرائيلي من ناحية المعبر، ثم كان هناك أيضا تحليق للمروحيات الإسرائيلية من الجانب الغربي من ناحية المعبر، وربما كان هناك أيضا يعني صوت للطائرة الزنانة، هذه الطائرة التي تحوم لأماكن متفرقة من الناحية الفلسطينية من معبر رفح، وهي إنذار شؤم للاجئين، وقد تنذر بوقوع بعض الهجمات في أماكن متفرقة. هذا هو المشهد لدينا الآن من مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى.